كانت جت عندنا وخلصنا. ما ينفعش، العمدة دلوقتي زمانه عند أمي في البيت، وأنا مش عايزة حد يشوفها وزيه وهي جاية عندنا. يعني ما كانش في مكان غير هنا؟ محدش هيفكر يهوب ناحية هنا، وهنبقى قاعدين براحتنا. بس أنا جلجانة قوي. زينب بنت، يا زينب. أيوة. انت يا بنت. ايوه يا عمتي. ايه يا بنت انت، في ايه؟ حد شافك وانت جايه؟ لا. طب عبد الحكيم؟ عبد الحكيم مش موجود. ومروان فين؟ مروان نزل على مصر، حتى جبريه من ساعه ما رجعت من الحجز في اوضتها وما نزلتش. كويس. خير؟ خير ايه؟ مش خير ابدا. ناوي على ايه يا زين؟ ناوي اقول لك على حاجات هتخليكي تعرفي وتفهمي حاجات عمر ما عينك شافتها ولا كانت هتشوفها ابدا يا فوزيه. حاجات ايه دي؟ انت تعرف ان شهد في مصر؟ مالها شهد؟ اصل عصام ما ترفع قضيه على عبد الحكيم. وانا مالي ومال الكلام ده؟ لا ده مالك ونص. ده مالك قوي يا عمتي، اللي هقوله لك دلوقتي هيخلي مخك يشت من دماغك. باه، ما تقولي يا بت. شهد علشان كانت ترفع قضيه كان لازم تجيب اعلام وراثه وتجيب كمان صور من الحيازه علشان تعرف الملكيه اللي سابها جدي الله يرحمه، اللي ابويا ليه فيها واللي انت كمان يا عمتي ليكي فيها هي ايه وقد ايه. وبعدين جابت اعلام الوراثه. زينب جيبي من الاخر. من الاخر كده يا عمتي؟ اسمك مش موجود في اعلام الوراثه. عبد الحكيم ما حطكيش اصلا في اعلام الوراثه يا فوزيه. يعني ايه؟ يعني اعتبرك مش موجوده، يعني مالكيش نصيب من اساسه، وعمل حسابه ان هو مهما طال بيه الزمن مالكيش عنده غير اللقمه اللي انت بتاكليها والسرير اللي انت نايمه عليه. يعني خد نصيبك يا ست فوزيه. ملايين الملايين، فدادين ارض وفلوس متلتله وذهب. لا لا لا، عبد الحكيم لا يمكن يعمل كده. طب هو عمل. البلد كلها عارفه ان امك الحاجه الله يرحمها كانت بتحب الذهب وتحب تلبس وتشتريه. راح فين الذهب ده؟ مش من حق البيت؟ مش من حق بنتها؟ انت كذاب. ايوه كذاب. عمتك هي اللي خلتك تقولي كده، وانت كمان تلاقي امك هي اللي خلتك تقولي لي الكلام ده. عاوزين تتعبوني اكتر ما انا تعبانه. بلاش، اتاكدي بنفسك، خلي حد يروح يجيب لك صوره من اعلام الوراثه وانت شوفي بنفسك. فوزيه، عبد الحكيم من يوم ما ابوكي مات الله يرحمه عمل حسابه على كل حاجه، عمل حسابه انه يبقى هو الكل في الكل وان محدش ياخد حاجه واصل. وبصراحه كده انا حاسه ان جبريه هي اللي ورا كل ده. ها قلتي ايه؟